عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع ام تسنيم. ايه اللي يخلي يا جماعة راجل يعمل دور واحدة ست على الفيسبوك ويكلم واحد على انه ست؟ ايه اللي يخلي واحد يعمل كده؟ القصة بتبتدي يا جماعة من عند بنت. البنت دي كانت عايشه في بيت عيله زي اي حد، تحت ابوها فوق ابن عمها، بقى فوق عمها التاني كده، قاعدين في بيت عيله. فمعاها ابن عمها اللي فوق في الدور التاني ده، بتحبه قوي، بيحبوا بعض ونفسهم يتجوزوا من زمان، وكل البيت عارف بموضوع ان هم عايزين يتجوزوا كده. بس ابوها ما كانش موافق، كان بيقول ان هو عيل مستهتر ما يقدرش يشيل مسؤوليه، فما كانش راضي ان بنته ايه تتجوزه. لغايه ما في يوم من الايام اتقدم لها عريس كويس محترم، كل الناس بتشهد باحترامه. بس البنت دي يا جماعه كانت بتحب ابن عمها، وهو ابن عمها بيحبها، بس طبعا الاهالي ما كانوش راضيين. فطبعا عرفت ان هم مش هيرضوا بيه، راحت موافقه بالعريس اللي جالها ده، وافقت بيه يا جماعه واتخطبوا. وفي فتره الخطوبه كان بيقعد يقول لها لو ليكي علاقات قبل كده قوليلي، لو كنت بتحب حد قبل كده قوليلي، انا هسامحك مش عارف ايه، بس اهم حاجه تصارحيني. راحت البنت سمعت كلامه وقالت له بص انا كنت بحب ابن عمي اللي هو فوقينا ده، وكان نفسي اتجوزه وكنت متعلقه بيه، بس بعد ما شفتك ارتحت لك وجوزتك انت. قعد يقول لها انت كنت بيحصل بينكم تجاوزات او اي حاجه؟ قالت له لا طبعا، عمري ما في حاجه حصلت، ده حبنا كان حب شريف. راح طبعا تمم الجوازه واتجوزه. بس بتقول لك طول ايام الجواز وهو يعني لما تيجي تروح عند اهلها يقول لها لا مش هتروحي، احسن ابن عمك يشوفك وانت تشوفيه وتفتكروا ايام زمان. طب هي جازتها يا جماعه ان هي حكت له؟ هي جازتها ان هي صرحته؟ مثلا بتقول لك من اول يوم في الجواز وهو مزهقني بسبب موضوع ابن عمك كان بيحبك، اوعي ابن عمك يكلمك في التليفون، اوعي ابن عمك يجي هنا وانا مش موجود. طب يا جماعه هي هتعمل ايه؟ يعني هي صرحتك عشان ما تعيش في عذاب، يعني انت هي صرحتك عشان انت قلت لها صرحيني وانا ابقى متفاهم الموضوع، لكن انت كده معيشه في عذاب. البنت طبعا يا جماعه كانت بتقول لك حياتي اتقلبت لعذاب زي ما بيقولوا، لغايه ما خلفت عيل واتنين، بقى معاها اتنين اطفال. بيقول لك برضو الشك كان مليء. مره في يوم من الايام ابن عمي اتصل بيا، كان بيسال عليا عادي قدامه، راح مسك التليفون وكسره وقال لها اوعي ابن عمك ده يكلمك تاني ولا اعرف ان انت حتى اتصلتي بيه، ومسح الرقم بتاعه. راحت قالت له حاضر زي ما انت عايز، انا همسح الرقم ولو اتصل تاني اقول له ما تتصلش عشان جوزي ايه بيزعل. طبعا الشيطان قعد يلعب بدماغه ويقول لك لا ده تلاقيها كانت لما تغضب بيروحوا يقابلوا بعض، ده تلاقيها لما كانت بتسيب البيت هنا كده وتمشي وتقول راحه لامي كانت بتبقى رايحه له. لا انا الراجل بقى يا جماعه الشيطان يعني بيودي ويجيب في مخه. راح قال لك هعمل ايه؟ هعمل ايميل على الفيسبوك ان انا واحده ست، واخد رقم ابن عمها على الفيسبوك واكلمه. وفعلا عمل كده، وكان بيراسله على انه واحده ست، وبيقول له انا عايز اعمل معاك علاقه ومش عارف ايه، وكنت عايز اعرف لو كان لك علاقات قديمه وكده ونصارح بعض. راح قال له اه فعلا انا كان ليا علاقه مع بنت عمي. شفتوا بقى يا جماعه، وكان عامل ايميل ان هو واحده ست عشان يشوف مراته كانت بتخونه مع ابن عمها ولا لا. فابن عمها قال له اه فعلا انا كان لي علاقه مع بنت عمي وكنت بحبها وكنت هتجوزها، بس اهلها ما وافقوش وهي متجوزه دلوقت. فعمال يساله بقى عشان ايه يجرجروا في الكلام ويعرف حصل بينهم حاجه ولا لا. راح قال له ما حصلش، بس كان بيحصل بينا حاجات يعني ايه خفيفه، مش الحاجات اللي في دماغك، بس هو كان بيكلمه على انه واحده ست عشان كده التاني كان واخد راحته في الكلام. ده كانت لما بتغضب وهي لسه متجوزة كانت بتيجي وتقعد تشكيله، وكنا بنقعد مع بعض، وكنا بعد الجواز كانت بتكلمني، هو يبعت له يقول له يا بتتصل بيك لغاية دلوقت. راح الواد قال له لا الشهادة لله من ساعة ما خلفت العيال عيالها وهي ما بقتش تكلمني وبعدت عني ومسحت رقمي، وانا ما بكلمهاش ولا بضايقها ولا اي حاجة. طبعا الراجل لما سمع كده وسمع ان هو ان هي كانت بتغضب وتروح تقعد تتكلم معاه، بس صراحة ربنا هو ما قالش ان في حاجة حصلت بينهم. كان بيقول لك في تجاوزات خفيفة، يعني حاجات خفيفة، انا ما عملناش، كان حبهم يا جماعة حب المراهقة، حب الـ الايام اللي هي بتاعت المراهقين دي. طبعا ما بشجعش يا جماعة الحاجات دي، انا القصة بس بحكيها لكم. ف
فطبعا الراجل بقى بين نارين، مش عارف يعمل ايه يا جماعة ولا يتصرف ازاي. فنشر القصة دي على مواقع السوشيال ميديا وبقول للناس ايه، قولي له رأيكم ايه، اكمل مع الست دي ولا ما اكملش؟ من بعد اللي انا سمعته ده انا مش عارفة اكمل معاها ولا ما اكملش. طبعا انا عايزة رأيكم انتوا في التعليقات. انا من رأيي هي صالحتك في الاول وقالت لك ان كان في علاقة وكنا بنحب بعض وخلاص بقى عفى الله عما سلف، وطبعا طالما هي دلوقتي ما بتكلموش ولا تعرفه ولا اي حاجة خلاص، وخصوصا ان ما حصلش بينهم اي علاقة يا جماعة، وده الراجل يعني ابن عمها قال له يعني ما حصلش بينا اي علاقة. بس صراحة ربنا يعني انا رأيي زي ما قلت لكم كده، بس صراحة ربنا برضو انتوا في دوني اكتر في التعليقات. انا ولا بشجع على ده ولا بشجع على ده، انا يا جماعة طرف بناقش، بس بناقش القضية معاكم وانتوا قولوا رأيكم ايه في القضية. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم ما تنسوناش بقى باللايك يا جماعة والاشتراك والتعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.